أعزائنا الطلبة، أسعد الله صباحكم. إحنا راح نكمل محاضرات في الإنتاج الحيواني، وصلنا عند فلوك هيلث مانجمنت. وصلنا عند فلوك هيلث مانجمنت. Disease control is absolutely essential to the poultry industry. Many diseases affect chickens, turkey and other type of poultry. Because of the concentrated nature of poultry production, a single virulent disease can cause millions of dead animals and millions in echinocrosis. هون بحكي لي انه كثير مهم، او في الدواجن كثير من الامراض تنتشر في الدواجن، وهي الامراض اذا لم يتم السيطرة عليها فانه سوف تتفشى الامراض بشكل كبير جدا. هناك كثير من الامراض تصيب الدواجن، سواء كانت امراض بكتيرية، امراض فيروسية، امراض طفيلية. فهي الأمراض إذا لم يتم التحكم فيها فراح يتم انتشارها بشكل كبير، ويؤدي إلى خسارة كبيرة بالنسبة للمزارع اللي هي الدواجن. إذا هاي الأمراض ممكن تأثر على الدواجن، تأثر على الحبش أو أذر أو أنواع أخرى من الدواجن، وهي ممكن تأثر على خسارة كبيرة جدا أو موت كثير من الحيوانات. Luckily, some of the more devastating diseases that affect poultry have been eradicated. يعني كثير من الأمراض اللي تم التخلص منها، ولكن بعض الأمراض لا تزال موجودة حتى هذه اللحظة. Still other have been controlled with the use of vaccine. وأيضا في كثير من الأمراض تم السيطرة عليها من خلال استخدام vaccination، استخدام اللقاحات. طبعا هناك أمراض فيروسية بتصيب الدواجن ممكن تسبب خسارة في القطيع، حوالي 80 إلى 90% من موت القطيع. فهي مشكلة كبيرة جدا، أمراض فيروسية زي نيوكاسل، كامبورو. هناك أيضا أمراض بكتيرية، هناك أمراض طفيلية أيضا. إذا poultry farm must stay constant on their guard against disease. إذا وانا بده يكون عبارة عن تحدي ما بين المزارع ما بين اللي هي المزرعة تاعته. فكل ما كان المزارع شاطر، كل ما كان قدرته على التحكم في الأمراض بتكون أفضل. مشان هيك بنقول دائما درهم وقاية خير من قنطار علاج. نروح السلايد اللي بعديه. Biosecurity measures that are routinely practiced are designed to. إذا minimize the risk of disease transmission from source outside the production unit. 9. Reduce the transmission of disease between groups of birds on the same farms. الأولى المقصود في biosecurity measures إنه من خلال يجب شو يكون إنه نقلل انتقال الأمراض، وخصوصا بس يكون في منطقة مثلا فيها مرض، وقل انتقال الأمراض من المصدر للخارج. الرقم الثاني إنه نقلل انتقال الأمراض between groups of birds، بين مجموعة من الطيور in the same farm. إذا كان عندنا مجموعة من الطيور في نفس المزرعة، نمنع انتقال الأمراض من طير أو من مزرعة فيها طيور لمزرعة طيور ثانية إذا عندي بنفس المزرعة. والأولى إنه منع انتقال الأمراض من خمسة المصدر أو السادة برداشن ده خارج اللي هي المزرعة. يعني كثير بتم انتقال الأمراض مثلا عن طريق اللي هي السيارات، عن طريق العمال بتم نقل الأمراض عن طريق اللي هي عجال السيارات. فمشان هيك لازم يكون في درهم مكاخر قطار علاج. بده يكون في عندي أنا دائما في مطهرات قبل كل مزرعة، يعني ممنوع حد يدخل يلبس اللباس الواقي، يلبس كفافات، ممنوع أي واحد يدخل على المزرعة. طيب هذا الحكي كيف بده يتحقق؟ Here are some important biosecurity measures. أولا poultry house should be kept locked بس from the inside while inside the facility. إذا دائما المزارع بدها تكون مغلقة، ممنوع أي واحد يدخل ويخرج زي ما بده، أي أهم شيء. 2. Street clothing should be kept separate from work clothing.
دائما ايضا اللي دائما في باستمرار يكون في تغيير للملابس، يعني بس افرهول بس كفوف، بالذات اللي بيشتغلوا في الدواجن. A changing room should be provided so clothes can be changed prior to entering the facility. Damn and wash hand and arms before leaving the premises. يعني بس الواحد يترك المبنى ويدخل المبنى، يدخل المبنى دائما باستمرار يكون بغسل ايديه ولبس ايضا اللي هو اللباس اللي خاص بالعمل. Managers and other workers should not visit other flocks. يعني دائما ايضا ممنوع الانتقال ما بين المزارع، يعني واحد عنده مزرعة ممنوع يروح ينتقل لمزرعة اخرى. ايضا visitors should be controlled. Non-essential visitors should not be allowed in poultry houses. يعني ممنوع واحد زائر جاي يدخل على مزرعة الدواجن، ممكن من بعيد بس ممنوع يدخل جوات اللي هي البراكس. Essential visitors such as owners, the readers, service personnel, delivery truck drivers and poultry catchers and haulers must wear protective outer clothing. حتى أيضا اللي بيجوا مثلا بتاع تركات أو اللي بيجيبوا على مزارع الدواجن مثلا أو اللي بيتعاملوا في الدواجن، إذا بدهم يزوروا المزرعة حتى يجب أن يلبسوا لباس خاص فيهم. Before entering the premises, vehicle should be scrubbed down and their under carriage and tires should be spray disinfected. إذا أيضا اللي بيجيب مثلا ال vehicles السيارات الكبيرة مثلا تدخل على مزارع الدواجن يجب عملية تعقيمها، أيضا تعقيم العجال، أحيانا العجال بتحمل هاي الفيروسات. إذا spray disinfected أيضا بده يكون في وسيلة لعملية التعقيم. All coops, crates, containers and equipment should be cleaned and disinfected before and after use. إذا الصناديق اللي بتعمل فيه الدواجن والأقفاص يجب عملية تعقيم باستمرار حتى اللي بتم فيها نقل الدواجن. Laboratory diagnostics should be performed. يجب يكون عندنا مختبرات عشان القيام بالفحص الدواجن، وخصوصا المريضة أو المتوفية. أيضا إذا كان في وفيات بالقطيع يجب عملية حرقها أو دفنها. Dead birds should be disposed of properly by burial or incineration. إذا هناك وسيلة مشان التخلص من الحيوانات النافقة أو الدواجن النافقة عن طريق الحرق أو عن طريق الدفن. People handling wild game must bath and change clothes before being admitted to the premises. نفس الشيء بيحكي بالنسبة للأشخاص اللي بتعمل بالنسبة للوايد جيم must bathe and change clothes. دائما باستمرار في عملية تغيير الملابس هي مهمة جدا، وبس يدخل لمزرعة فيها دواجن يجب أن يلبس لباس خاص في هذه المزرعة. Restricted sun should be posted at all entrance. إذا هناك يجب يكون في كثير شغلات مهمة فيما يتعلق بهذا الموضوع. طيب نروح السلايد اللي بعديه. نروح للسلايد اللي هو breeding and selection of both different farm. breeding نروح للسلايد breeding and selection of both different farms. السلايد اللي علاقة بالنيوتروجين بينفت of poultry to humans ما بدناش اياه.
the protein in meat products في الناشية. نروح على السلايد اللي هي breeding and selection of poultry different farms. Breeding of the large breeding and selection of poultry different from breeding of the largest animal in three major ways. هون بحكي لي عملية اللي هي الاختيار الدواجن أو الانتخاب بالنسبة للدواجن أو التحسين الوراثي بالنسبة للدواجن يختلف كليا عن الحيوانات الكبيرة، وذلك من خلال ثلاث شغلات. أول شيء بالنسبة للدواجن it's more flexible due to short generation intervals and large numbers of spring. بالنسبة لقطاع الدواجن أول شيء بسموه flexible مرن بسبب انه short generation يعني الفترة اللي هي حياته بتكون قصيرة جدا، ليس بالنسبة للأبقار والأغنام. فمشان هيك إمكانية اللي هي عملية سرعة التحسين الوراثي بتكون أسرع من بالنسبة أو بالنسبة للأبقار وبالنسبة للأغنام. 2 it has been the industry most subjecting to model animal breeding and selection technique and has made the most progress. إذا يعني بسبب هنا التقدم في عملية التحسين الوراثي بالنسبة للدواجن، بذلك بسبب أن الدواجن هي بسموها صناعة الدواجن وليس زراعة، سموها صناعة. يعني بس أحكي صناعة صار في عند سترينز بالنسبة للدواجن، صار في تقدم بالنسبة للدواجن. إذا يعني عملية استخدام التكنيك بالنسبة للسلكشن بتكون أسرع بكثير وعند أسهل أو في تقدم أكثر بالنسبة للمتعلق مقارنة بالأغنام والأبقار. 3 fewer people make all of the decision، يعني اللي بيتخذوا القرار هو كمية قليلة جدا من اللي بتاخذ القرار بالنسبة للدواجن. نروح السلايد اللي بعديه facts about poultry. There are four major classes of chickens. And the American class, Plymouth Rock, Rhode Island Red, and the Mediterranean class, the Leghorn, Butter Crab, وهكذا. And the English class, the Cornish, Sussex, the high some classes with the wagon. And then the Asiatic class, the Brahma and Langshan's. Egg production take 24 to 25 ساعة in the oviduct. Oviduct اللي هي قناة البيض، يعني حتى يتم تكوين البيضة بدها حوالي 24 ل 25 ساعة. Average number of egg بالهن باليير حوالي 250 ل 260 بيضة، يعني معدل إنتاج البيض في السنة حوالي 250 ل 260. هن للكوك ريشيو نسبة الهن الدجاج للكوك، يعني نسبة الميل للفيميل بتكون بحوالي لايت بريدز من 15 ل 20 كوك. يعني نسبة الهن للديوك للبيض 15 ل 20 كوك، يعني كل واحد كوك كل واحد ديك بده من 15 ل 20 بيض. مش عملية التلقيح أو عملية الإخصاب. جينا بوربس بريدز، هذا عندي الـ incubation and الـ hatching. egg incubated يعني تم عملية اللي هي وضعه في الـ incubator، البيض 21 يوم عملية الفقس بنسبة 98.6 ل 104 فهرنهايت، يعني نسبة اللي هي الحرارة تكون 98 ل 104 فهرنهايت. and turned 1-2 times دير، يعني عملية اللي تقريب البيض من 1 مرة لمرتين في اليوم. يعني هاي بشكل عام أساسيات بالنسبة لل بشكل عام التواجد. اللي بعديه آخر واحد ما بدناش إياه بالنسبة للتواجد. هيك بنكون خلصنا بما يتعلق بالنسبة للدواجن. يعطيكم العافية، شكرا على حسن استماعكم.